عمرو دياب. اه فما كملتهاش. دي كانت انت لسه هتكملها ولا؟ المفروض ان اكملها اه، بس هي جت مش ظابطه شويه فكسلت ان انا اكملها. هو الطبيعي ان لما باجي ابدا حاجه تانية مختلفه، يعني زي الالوان مختلفه عن الرصاص، اه فما بيظبطش معايا من الاول. انت رسمك كله معتمد على الرصاص؟ هو انا كان كله في البدايه رصاص، دلوقتي بدات تنمي، فبدات ادخل في الالوان. هي الالوان اصعب حاجه عامه. تمام. دي برضو يعني ما ظبطتش قوي. طب تنصح الناس اللي بدايه شغلها، بدايه موهبتها لسه الرسم، لسه مفيش موهبه الرسم عنده، تنصحهم بايه؟ اهم حاجتين الصبر، وان هو يعني يبقى عايز يبقى حاجه، وما يبصش لكلام الناس، لان كلام الناس فعلا ما بيقدمش ولا بيأخر. هو اللي بيقول لك رسمك وحش دلوقتي هو بيقول كده وخلاص، عشان شايف رسمه فعلا مش قد كده. أوه. هو الرسمه دي يمكن انا ايامها كانت عجباني، فاهمني؟ فهو لما قال لي وحشه وانا اتضايقت في الاول، بس انا جيت دلوقتي اقتنعت ان فعلا الرسمه ما كانتش حلوه. انا اتنميت اكتر من اه. في الاول الرسم كان بياخد منك قد ايه؟ هو الرسم في الاول كان بياخد، ما كانش بياخد معايا وقت كتير على حسب الرسمه، لان كنت برسم كاريكاتير فما كانش بياخد وقت. لكن لما بقيت ارسم البورتريه كان بياخد مثلا يومين ثلاثه ايام في الاول. اه دلوقتي ممكن الرسمه اخلصها بالليل ساعات يعني. اه لكن في الاول كان اكيد بتطول منك. الاول كانت بتطول اه يومين ثلاثه اربعه، اللي هو لو فيها حاجه مقلق منها او كده اسيبها وارجع لها تاني كمان شويه.